أما هلأ مشاهدينا قبل ما نختم محطتنا الأخيرة رح نتحدث عن الكنيسة. عندما نتحدث عنها بنكون عم نحكي عن جماعة المؤمنين بالدرجة الأولى والعمل المستمر والمتواصل على الصعيد الروحي والإنساني. لهيك محطتنا التالية رح نحكي أكثر عن أنشطة لجنة الدعم الاجتماعي في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الأرثوذكس مع السيد نبيل يوسف عضو لجنة الدعم الاجتماعي. يسعد صباحك وفصح مجيد. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. المسيح قام. صباحك أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش من لجنة الدعم الاجتماعي ضمن الكنيسة. تعرفنا أكثر عن مهامها ودورها خلال طبعا الفترات كلها مو بس فترة الأعياد. يعني بسبب الظروف يلي الاقتصادية الصعبة يلي عم يمر فيها بلدنا شكلنا هاللجنة لنساعد بعض العائلات وبالأخص يلي عندهم أبناء، يعني نساعدهم بالفترات اللي بيتعرضوا فيها لضغط اقتصادي أو مالي مثل فترة الأعياد أو فتوح المدارس. فبهالفترة بنقدم لهم دعم مادي ما مصاري، وإذا في ألبسة بنوزع ألبسة كمان. تمام، خبرنا أكثر عن الاختصاصات الموجودة باللجنة، كل وحدة بشو مختصة اليوم؟ حقيقة نحن يعني مواردنا محدودة وبالتالي هو من تبرعات الكنيسة، فتركيزنا الأساسي هو على الدعم اللي عم نقدمه بهالأسلوب هذا. بس مثلا لما صار شيء استثنائي مثل الزلزال عملنا حملة تبرعات خصوصي بالنسبة للزلزال، يعني تبرع للزلزال. خبرنا أكثر عن هيك. والناس يعني تبرعوا بلهفة، فلما حطينا إعلان صار هن يتصلوا فينا ويجوا يتبرعوا. المال والشيء اللي جمعناه بالإضافة للألبسة كله بعتناه للمناطق المتضررة. طيب خلينا نحكي كمان اليوم حضرتك لجنة الدعم الاجتماعي هي لجنة موجودة لحتى تدعم رعية الكنيسة بظل الظروف الصعبة مثل ما حضرتك قلت. اليوم بعض الكنائس بتقوم بأنشطة معينة بيكون لها ريع مادي خيري، هذا الريع بتستفيد منه مثلا لجنة الدعم الاجتماعي بتوزيع الموارد على الرعية مثل البازارات ببعض المناسبات وغيرها من الأنشطة. هل في عنكم مثل هذا الشيء خلال طبعا الكنيسة؟ لا لساتنا ما تمدينا على التبرعات اللي عم تجي من ابناء الرعية. فقط التبرعات، ما في انشطه داعمه؟ لهلا ما ابتدينا بالانشطه. خبرنا اكثر عن اليه التنظيم او توزيع العمل يلي بتتبعوها اليوم لحتى تساعدوا الناس المحتاجين. يعني العائلات غالبا بنعرفهم وزايرينهم، يعني شايفينهم وبنعرفهم بشكل واضح شو اوضاعهم، فهذول بنوصل لهم الدعم بهالمناسبات. احيانا بصير شيء طارئ كمان عند واحد مرض أو شيء، كمان ممكن نساعد بهالأحوال. أكيد الدعم الاجتماعي بس يعني نحن ندعم شخص أنه هو بحاجة معونة مادية أو غيرها، كمان الدعم الاجتماعي يعني أحيانا بيكون تمكين بعض العائلات من بعض المهارات، أحيانا ممكن تشتغلوا على ربطهم ببعض الوظائف إذا في إمكانية على مساعدتهم. فكرنا بهالناحية بس عملنا يعني المسح للعائلات اللي عم نساعدها، معظمهم طلعوا يعني ما عندهم هالمشكلة، يعني عم بيروحوا على أماكن فيها دورات فيها تحسين وضع، حتى قلنا لهم إذا حدا بده يبحث عن وظيفة بده هي ممكن نساعد بهالأمور. يعني كان عندكم داتا أو إحصائية معينة قدرتوا توصلوا من خلالها للناس المحتاجين؟ كان في إحصائية عند الأب بولس من خلالها قدرنا نتواصل مع هالعائلاتي. طيب اليوم بمناسبة نحن عم نحكي بعيد الفصح، اليوم عم نطلع على السوريين، هاي الأعياد اللي هي الكل بيتمنى يكون مرتاح فيها ومبسوط فيها، يمكن ظروفنا شوي صعبة ولكن نتمنى أنه يكون الأفضل دائما. قديه مهم دوركم بهذا التوقيت بالذات وخصوصا عيد الفصح؟ يعني نحن بنعرف قديش فترة العيد يعني هي فترة فرح للأطفال، بس يمكن تكون فترة هم للأهل بسبب الظروف تأمين المواد. فإذا قدرنا نقدم جزء من هاي لنخفف من المساعدة لنخفف على الأهل بنكون عملنا شيء منيح. يعني اليوم الدعم الاجتماعي كتير مهم، لكن أيضا الدعم النفسي كمان جانب مهم. اليوم داخل اللجنة عم بيكون في دعم نفسي للأشخاص؟ يعني ما لاحظنا أنه بالنسبة للي عم نتعامل معهم، لأنه حجم العائلات مو كبير، أنه في حاجة للدعم حاليا، بس لما بنشوف في هالحاجة ممكن نطور بعملنا متجه بهالاتجاه هذا. أكيد.
يعني اليوم حضرتك جزء من أسرة الدعم الاجتماعي ضمن الكنيسة، هي الأسرة اللي تشتغل دائما لترعى أبناء الكنيسة. خلينا نحكي شوي عن العلاقة أيضا بين عملكم وبين حياتكم. قد ايه اليوم الشخص اللي بيتطوع ليشتغل، اللي بيتطوع ليقدم، هذا الشيء بينعكس عليه أيضا وعلى حياته؟ أكيد، لأنه الإنسان لما بيساعد غيره أو شعر أنه هو قدر يساعد غيره، هذا أول شيء هو بيسره هو نفسه بهالمساعدة. ونحن بنتمنى يجي اليوم ما يقعد حدا يحتاج لمساعدتنا، يعني يرجع بلدنا مثل ما كان وكل الناس كافية نفسها. هذا الشيء بنتأمله، وهلأ عم نشتغل بالشيء اللي بنقدر عليه. اليوم في صعوبات أو عراقيل معينة عم تواجهكم داخل اللجنة، أمور معينة ما عم تقدروا تأمنوها؟ يعني ما في شك أنه يعني كل الناس ما عادوا يقدروا مثل السابق أنه يقدموا تبرعات مثل ما كانت تقدم بالسابق، فهي بتسبب إشكلة. فبنضل منتكل على اللي مغتربين أحياناً، اللي بيجوا بالصيف بيجوا بزيارات، كمان هن بيساعدونا بهالوضع. نحن كمان ندعو كل يلي عم بيتابعنا انه نحن اليوم فترة اعياد، وايضا فترة شهر رمضان المبارك، شهر الخير، ودائما بنقول الراحمون يرحمهم الله. فبنتمنى من الكل والكل يلي عم يحضرنا انه اي حدا بيقدر يقدم مساعدة ما يتأخر. قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك اليوم، كلمة بتحب تتوجه فيها لكل يلي عم يتابعنا بمناسبة العيد؟ بقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بلدنا يرجع احواله مثل ما كانت ويصيروا بخير. والكل يعني بتشكر كل شيء، كل الناس اللي تبرعوا وساعدوا وكانوا معينين لغيرهم. شكرا لكم. اكيد بدنا نتشكرك كثير السيد نبيل يوسف، عضو لجنه الدعم الاجتماعي. شكرا لحضرتك وفصح مجيد. شكرا لكم، ينعاد عليك بكل الخير وينعاد على بلدنا وعلى الجميع. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم